خليني اقول لك على حاجه ليها علاقه بال 15 دقيقه او الربع ساعه. ممكن اي حد مننا يفتكر ان الربع ساعه دي يعني وقت قليل، وكلنا ممكن نعتقد فكره ان هي وقت قليل، لكن تعالى اقول لك كده، لو انت قررت كده تستخدم قانون ال 15 دقيقه في حياتك وتثبته لفتره معينه من الزمن كده، ايه اللي ممكن يحصل والنتائج ممكن تكون عامله ازاي؟ بيتقال لك كده لو انت خصصت 15 دقيقه يوميا علشان بس تطور من نفسك وتتعلم حاجه جديده، هتلاقي تغيير ملحوظ في فتره قليله جدا. لو انت كل يوم بس ربع ساعة بتتعلم حاجة معينة او تتفرج على فيديوز بس مفيدة، مش فكرة الفيديوز اللي ممكن تستهلك معاك الوقت وتضيع وقتك. كمان لو انت في 15 دقيقة بس، لو انت قللتها من الوقت اللي انت بتضيعه، يعني انت عارف اكيد عارف الوقت اللي انت بتضيعه ده سواء في شغلك بقى او بعد الشغل او حاجة زي كده، في عندنا وقت دايما بيتم اهداره كده بشكل معين، لو انت قللتهم واستخدمتهم في حاجة معينة هتلاقي برضو ان انت بتنجح بشكل معين بشكل كبير جدا جدا. طيب تعالى اقول لك بقى كمان، لو انت استخدمت ال 15 دقيقه يوميا علشان تتعلم لغه جديده، بيتقال كده ان انت ممكن تكون وصلت لمرحله الاتقان في اللغه الجديده دي بعد سنه واحده بس. لو انت كل يوم بتتعلم بس يعني كلمه في اللغه دي او طريقه معينه لتكوين الجمل وحاجات زي كده، فبعد سنه هتوصل لنتيجه مبهره جدا جدا. لو انت كمان خصصت 15 دقيقه للقراءه يوميا، هتحصل على مجموعه من المعلومات وحاجات من الافكار خلال سنه كبيرة جدا جدا، عندك بنك افكار لو انت بس كل يوم 15 دقيقة بتقرأ فيهم حاجة معينة او بتقرأ حتى كام صفحة بس من الكتاب اللي انت ركنه على جنب وبقاله شوية عندك وبتقول ان انت هتقرأه لكن ما كملتوش. طيب كمان لو انت 15 دقيقة يوميا قررت كده ان انت تمارس الرياضة، وزي ما احنا كنا بنتكلم في الجزء الاولاني، لو انت تمشيت مثلا ربع ساعة دول اكيد جسمك هيكون بيستعيد نشاطه بشكل معين، وخلال شهور قليلة بس هتلاقي نفسك حياتك افضل، وهتلاقي نفسك ان في تطور ملحوظ مع انها بس ربع ساعة.